عليكم، شوكم عيني؟ ان شاء الله بخير، يا رب تكونون باحسن حال. انا اليوم اريد اسوي اللبن الروب، وايضا اسوي جبن، بس قلت خلي تشوفون اول مرة اسوي اللبن وتشوفون الطريقة مالته. هي طريقة سهلة وبسيطة وطيبة بنفس الوقت. انا راح استخدم هذا الحليب، هذا القلن اللي عندي كامل، راح اقسمه بالنص، نص اسوي من عنده روبه ونص اسوي من عنده الجبن. خلينا نبدأ أول مرة باللبن الروبة وأشوف لكم إياها شلون الطريقة. طبعا أنا أحب أسويها بهاي، ما أسويها بالقدر العميقة، هاي تكون شكلها أحلى، ما أعرف هاي رأيي هذا. فراح أسويها بهاي، طبعا هاي دبة الحليب، ثم راح أسوي نصها ونص تبقى للبن. أنا هنا حطيتها على النار، شغلت عليها النار، يعني خلي تكمل لحد ما تقريبا تنترس. هاي كافي تقريبا بالنص صارت. هاي شغلت عليها الطباخ، اريدها تغلي، اتركها هسه على الطباخ لحد ما باقي. راح احطها بهاي القدر الثانية، واني ما اريد اسوي كمية كثير بالنسبة للجبن، لان الجبن أنا ما راح نخلي بها مواد حافظة، فالأفضل بأنه ما واحد يسوي كمية كثير. وهي تقريبا هذا يبقى يعني المدة الواحد الاحتفاظ مالت، يعني تحتفظون به تقريبا 6 أيام أو أسبوع مو أكثر، يعني إحنا ما راح نخلي مواد حافظة، فالأفضل واحد ما يسوي كمية كبيرة. هسه أيضا شغلت عليه الطباخ، خلي يغلي. راح خلي أسوي اثنيناتهم بنفس الوقت، أسوي اللبن ونسوي الجبن. حطيته بس انا شغلت عليهم الطباخ، راح يرتفع، يعني قبل ما يرتفع لازم اطفي الطباخ عليه حتى ما يطلع الحليب على الطباخ يوقع. بس انا راح اوخر على جهة، هي اوخر على جهة حتى يبرد شوي، لازم يصير درجة الحرارة مالته تقريبا 140 درجة فرنهايت، بحيث تقدرون تخلون، إذا ما عندكم القياس، أنا ما عندي بالنسبة للقياس اللي أقيس به درجة الحرارة، بحيث تقدرون تخلون أصبعكم تقريبا 5 دقائق ما تنشون، ما تحترق، ما يحترق أصبعكم. خليني أبقى العنانة، أريده يبرد، يلا أقدر أخلي المرحلة اللي بعدها. الحليب بعد ما وصل درجة الغليان، هسه أنص الطباخ وأخلي اللبن، اللبن الخاثر أحط له إياه. وحركة أسوي رأسا يقوم يوصل، وأخلي ملعقة واحدة مال خل أبيض طبعا، والملح انتو بكيفكم اختياري، بالنسبة لي خلي ملح قليل، كمية الملح بكيفكم انتو. تشوفوا رأسا اتركه هسه على نار هادئة لحد ما تتجمع طبقة الجبن. جمعت طبقة الجبن، بس اريد بعد الا يصير الماي اصفر حتى كل طبقة الجبن تطلع. شوفوا شلون صارت، شوفوا، بس اريد الا يصير الماي اصفر كله حتى يطلع الجبن. حضرت انا وصفي وحطيت جدرية تحته، وحضرت هاي القماشة البيضة اللي راح احطها بالمصفي حتى تصفي الجبن. شوفوا المي شلون صار، خليني اسحبه، راح افرغه هنا أنا بهاي. فرغته، انتظر ينزل المي مالته بس شوية واشوف لكم اياها شلون. ماكو داعي للثقل وحط ثقل، لا بس لفوا هاي القطعة وخلوها لحد ما تنزل المي مالتها. وهسه اشوف ايش قد الوقت اللي نشفت وانا اقول لكم اياه بالضبط. هسه بعد ما برد شوفوا مثلا الحليب، اخلي اصبعي ما يشوي، صاحبي سخونه بس ما يشوي. هسه راح اخلي هذا اللبن، حاولوا لا تخربطوها يعني بالاطراف بالوسط.
اخليها واغطيها كم ساعه. لسه بالليل ده اسويها، حتى الصبح القاها جاهزه. انا احاول افرغ الملعقه. اغطيها بهاي الطريقه، ونغطيها كم ساعة. ان شاء الله بس تخلص اشوف. بعد ما طلعتها من المصفي وقطعة الشاش، شوف المنظر مالتها، طلعت قطعة كاملة. يعني احنا نسميها بالعراق القرصة، قرص. حتى ماسكة اشوفكم اياها، ما شاء الله. بس اذا اريد نحفظها نخلي بالثلاجة من عنده، خلي المي اللي هو المصل، المي المصل من عندها، تخلون بأي زجاجة. البلاستيك لا تخلوه، ما انصحكم تخلوه بيها، خلوا بهذه بالزجاج. وهاي انا مثل ما قريت هاي تظل يعني اكثر شيء اسبوع، لان بها ما بها مواد حافظه، فواحد يسوي كميه قليله ما يسوي كميه كثير حتى ما يضطر يخرب ويذبه من هذا الماي المصل مالته. بالنسبة للجبن طبعا هسه خليت اشوف الروبة، اللبن روبناه، هاي مغطيتهم، هاي مناشف خاصة هي للطبخ. هاي بعد ما مرت 4 ساعات ونص تقريبا، شوفوها ما شاء الله صارت. فلازم نحطها بالثلاجة حتى نجي من نقصها تطلع قالب حلوة، فراح احطها بالثلاجة كم ساعة ان شاء الله واشوف لكم اياها بالاخر. هاي الروبه بعد ما حطيناها بالثلاجه، شوفوها شلون صارت، ما شاء الله قالب. هسه خليني اشوف لكم اياها، شوفوا ما شاء الله. هذا منظرها، اللبن والجبن هذا اللي سويناه معاها. وإذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله فيديو قادم.